احنا في مشروع سينما الشارع ممول من القطان ومن جهات أجنبية. هذا المشروع بضم إشي له علاقة بالمسرح، كان بضم عدة محاور. أول إشي كانت عبارة عن جلسات حوارية وتدريب أطفال يافعين. كان التدريب عبارة عن جانب نظري وجانب عملي، إنه كيف يتم مشاركتهم في المجتمع وكيف يتبنوا القضايا السينمائية والقضايا المجتمعية اللي بنعيش فيها في المجتمع. ثالث إشي كان عبارة عن عروض في الشارع، كان يتم فيها عرض أفلام في الشارع وندعو ناس عليها حتى يشوفوا الأفلام اللي تعرض وكافة قضايا المجتمع المهمة جدا. رابع إشي كان هو عبارة عن ترميم مسرح هولست الثقافي، لأنه المسرح عنا مهم كتير حتى نوصل معلومات، حتى نوصل القضية الفلسطينية اللي إحنا بنعاني منها. أبطال العمل رح يكونوا من دول عربية مختلفة، فلهيك مش رح يكونوا موجودين معنا خلال اليوم. الإنسان والقضايا الفلسطينية وقضايا المرأة، لأنه مهم كتير نسلط الضوء على شريحة كبيرة من المجتمع وخصوصا المرأة، لأنها المرأة هي نص المجتمع أو حتى هي كله كمان. رح يتم اليوم عرض 5 أفلام من ضمنها أزرار، الغريب، بنك الأهداف ومريم. حاليا احنا في مهرجان السجادة الحمراء، هاي بتنعرض كل سنة. في البداية انطلقت في 2015، كانت بين الركام في منطقة الشجاعية، كان حدث كتير رائع استقطب فيه ناس كتير، كان اشي على مستوى عالمي وضم فيه ناس كتير، واستمر هذا الحدث لمدة 5 سنوات، وهذه السنة السادسة له. انطلق طبعا من امبارح، كان أول يوم وأول انطلاقة له. كانت الانطلاقة في مركز هولست الثقافي القريب من ساحة الشوة. كان امبارح هو أول يوم للانطلاقة. كان كتير الحدث كتير رائع وكان حلو كتير، وإجا جمهور عظيم. طبعا كان بضم هذا الحدث اللي هو عرض أفلام لها علاقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والقضايا الفلسطينية بشكل عام. كانت عدد الأفلام 300 فيلم، لكن تم اختيار 42 فيلم، من ضمنهم 20 فيلم دولي وفلسطيني.